وللمزيد معنا عبر الهاتف وعلى الهواء مباشرة المهندس عبد العزيز الوادي، رئيس قسم الرقابة والتفتيش ببلدية المنطقة الشمالية. سيد الوادي، بداية نرحب بك، ولو تطلعنا عن الإجراءات التي تقوم بها وزارتا الإسكان والأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، ممثلة طبعا بشؤون البلديات، قبل وبعد توقيع عقود الانتفاع مع المنتفعين من الوحدات السكنية بشأن اشتراطات التعمير. عليكم السلام، مشكورين حقيقة على هذه الاستضافة، مشرفنا في هذا الجانب أن نعكس للمواطنين المتفعين الكرام المبادرات اللي قامت بها كل من وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ووزارة الإسكان قبل وبعد توقيع عقود الانتفاع، حيث يتم قبل توقيع عقد الانتفاع عمل عرض توضيعي للمنتفعين في المدن الإسكانية المختلفة، يوضح من خلاله التوسع القانوني وفق الاشتراطات التعميرية للمناطق الإسكانية المعتمدة، مع ضرورة الحصول على التراخيص اللازمة من البلدية المعنية، وذلك لما فيه من الأهمية بالتأكيد على السلامة الإنشائية للوحدة الإسكانية، بالإضافة لتجنب المسائل القانونية. أما فيما يتعلق بالمبادرات اللي قامت بها كلتا الوزارتين بعد عقود الانتفاع، فإن جميع البلديات قد قامت بالتسهيل على المنتفعين الكرام بفتح مراكز الخدمة، بحيث يتم زيارتها لشرح التوسعات وطرق تقديم الطلبات الحصول على إجازات البناء للتوسع القانوني، وكذلك شرح طرق التواصل عبر المنصات الإلكترونية التابعة للبلديات عن طريق موقع وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، بالإضافة للمنصات الإلكترونية التابعة لوزارة الإسكان. والجدير بالذكر كذلك، قامت كلا الوزارتين بتحديث الاشتراطات التعميرية للمناطق الإسكانية، وذلك بإصدار قرار رقم 76 لسنة 2018، بالإضافة إلى التحديثات المزمع أصدارها قريبا فيما يتعلق بالاشتراطات التي تسهل على المتفعين الحصول على التراخيص اللازمة وتجنب المخالفات الإنشائية في المباني والوحدات الإسكانية. نعم، إذا المهندس عبد العزيز الوادي، رئيس قسم الرقابة والتفتيش ببلدية المنطقة الشمالية، شكرا جزيلا لك.